ناظر إلى الأحداث ناظر إليها من بابين، ناس ينظروا من باب وناس أعلى إيمانا ينظروا من باب آخر. سيدنا أبو بكر، من في الأمة يرتقي لمستوى إيمان الصديق؟ لا أحد، هو هذا هو بعد رسول الله، صح ولا لا؟ في الغار هو يخاف على صاحب الرسالة، أثناء الانتقال من مكة إلى يثرب يروح يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرجع يمشي وراه، وبعدين يمشي على اليمين، وبعدين يمشي على اليسار. الرسول لاحظ، ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله كلما تذكرت الرصد اللي منتظرنا، لأن المشركين بتوع مكة أعلنوا عن 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، وعارفين قصة السراقة، فأتذكر الرصد من الأمام، فأخرج فأتقدم أمامك حتى إن وقع القتل يقع في أنا فبموتي موت رجل، أما بقتلك أنت موت أمة بأسرها. وبعدين امشي خلفه، يتذكر على اليمين على الشمال حتى وصل الركب بسلامة الله. تمام؟ طيب، أبو بكر لما دخلوا الغار وجاء أبو جهل ومن معه وتقصوا الأثر، وقفوا على باب الغار، ماذا يقول الصديق؟ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. صادق الصديق في هذا الموقف أم غير صادق؟ صادق، ولا يعرف الكذب، صادق 100%. لو نظر أحدهم تحت قدميه، حتى في رواية تقول إن عيني وقعت في عيني أبي جهل، يعني تبقى تخيل ان واحد عينيه جت في عينين الاخر، يعني رآه ام لم يره؟ الصديق ينظر من الباب الاول، اللي هو ثقب عالم الشهادة الضيق.